تحية المصرية الكويتية بالجنيه، وما زالت النظرة له إيجابية طالما محافظ على مستويات ال 39 جنيه أو 38 جنيه و40 قرش بالظبط. كسر مستويات ال 38 جنيه و40 قرش بقوة، أعتقد هيكون فرصة للخروج. وبمعنى أصح أنا الشمعة اللي اتعملت عندي دي، شمعة الجهد الشرائي القوي دي، لو اتلغت أعتقد إن احنا هنتحول لترند هابط، وهيكون بالنسبة لنا كل الصعود اللي حصل ده ما هو إلا نموذج على شكل A B C لتكملة الاتجاه الهابط قبل الانعكاس والنزول لزيارة البيكس فور اللي عند مستويات ال30 لحد مستويات 31 جنيه. ده اللي أنا شايفه وده اللي أنا بحذر منه. خليك لو أنت مشتري من مستويات جيدة لغينا الشمعة دي اخرج، لان انا بمنتهى البساطة عشان اقول اتحولت على ترند صاعد زي ما قلنا في فيديو عطل الاختبار، الفيديو التعليمي الاخير، انا مستني مستويات ال 161 فيبو. طيب انا لحد الان ما عملتش اي حاجة، وردة الفعل ضعيفة جدا، وما كسرتش حتى مستويات ال 46 جنيه اللي اتأكد لي ان انا اتحولت على ترند صاعد، ما زلت اتداول تحت ترند عام هابط. وده اللي انا شايفه، وشايف ان مفيش اي نظرة ايجابية. لغيت الشمعة دي وكسرت مستويات ال 38 جنيه، اعتقد هنتحول وهنعمل بمنتهى البساطة موجة شبيهة بطول الموجة دي او اقل بشوية من المستويات دي، فهتودينا تقريبا لحد مستويات ال 30 جنيه. حذاري من هذا السهم، وبالتوفيق.